الراجل اللي في الصورة قدامك ده شاف حاجة كده غريبة في بق السمكة دي، وإذ فجأة كده خرجت من السمكة وجريت عليه، وطبعا الراجل خاف جدا وحقه الصراحة، وده لأن اللي خرج من السمكة دي هو اللي في الصورة قدامك ده، واللي شكلها فعلا غريب ويخوف بصراحة. فإيه دي بقى؟ دي بقى يا سيدي حاجة اسمها الأمل آكل اللسان. فلك أن تتخيل بقى وكأنك بالظبط في فيلم رعب، إزاي الأملة دي بتوصل للسمكة وبتعمل فيها إيه؟ ودي بقى طفيل بيعتبر من القشريات، واللي معناه بقى أن بقاءه على قيد الحياة بيعتمد على كائن حي آخر، وبيشبه الحشرة لكنه مش حشرة طبعا، وبتدخل للسمكة عن طريق الخياشيم وهي لسه أملة صغيرة جدا، وبتفضل منتظرة لحد ما تظهر واحدة تانية، وأول ما يتواجد اتنين أو أكتر فبتزحف الأنثى لفم السمكة وتثبت نفسها في اللسان، وتعمل بقى حاجة غريبة جدا وهي إنها بتقطع الأوعية الدموية في اللسان وتمنع تدفق الدم للسان ده، ومع الوقت كده يذبل ويسقط من مكانه وتحل هي بقى مكانه وتبتدي تاكل في دم السمكة ومخاطها. وبعدين يحصل تزاوج للأنثى الكبيرة في الحجم دي مع الذكر الموجود في الخياشيم، وتخرج طفيليات جديدة وتهاجم أسماك أخرى. والغريب بقى ان الاسماك المسكينه دي ما بتموتش وبتتكيف مع الوضع الغريب ده وبتكمل حياتها عادي كده وبدون مقاومه، وبتستخدم الطفيل ده كما لو كان عضو صناعي. ولذلك العلماء بيقولوا انه لا يجب ازاله الطفيل ده لان السمكه كده ممكن تموت. واول حد اكتشف الطفيل ده ووصفه كان عالم من جنوب افريقيا واسمه نيكو سميث. اما بقى السؤال اللي هيجي في بالك، هو الطفيل ده ممكن يصيب الانسان مثلا اثناء السباحه لو كان موجود؟ هقول لك لا طبعا وما تقلقش، فهو لا يصيب البشر، لكن لما تشتري سمك ابقى بص فيه كويس علشان ما بقيناش عارفين هي الدنيا جرى فيها ايه. ولو اول مره تشوف الفيديو ما تنساش بقى تذكر ربنا وتعمل لنا لايك وشير واشتراك بالقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.